عندي توضيح على اللي مسوين كرياتين، وعندي توضيح على اللي شعرهم تعبان قاعد يخلطون بين الكرياتين وبين التساقط مال الشعر. يعني شلون؟ يعني تقول لي شعري بي قرطيفة وشعري تعبان وشعري بي تساقط، اعطيني مجموعة بالكرياتين. يعني ما اعرف شنو هالسؤال هذا. اذا شعرش تعبان وشعرش بي قرطيفة وشعرش ما بي نمو وشعرش بي تساقط، انت ايش عندك بالكرياتين؟ انت ايش عندك تاخذين مسرح؟ المسرح شنو شغله اصلا؟ مسرح للكسرة. نرجيهن وحدة وحدة اوصل لك الفكرة اكثر. شعرش تعبان وشعرش بي تساقط وشعرش بي قرطيفة وشعرش ما بي نمو، يعني على سبيل المثال اخذ مجموعة ريمي، يعني هو شامبو شغله فتشي بداعه، يجوا يا اكيل الجبل تستعمله كل 3 ايام مره، يطي فد نعومه وفد نضاره وفد كثافه وفد ملمس مو طبيعي للشعر، حتى يحفز بصيلات الشعر ويزيد نمو الشعر ويساعدش على التساقط، والسيروم تستعمله بشكل يومي يبقى على الشعر. هذا بالنسبه للشعر المتضرر التعبان. اما اذا انت مسويه كرياتين، هاي المجموعه اللي مسويه كرياتين، طبعا عوزهن مكيف ما متوفر بالشركه، فانت اذا مسويه كرياتين تاخذين شامبو ومكيف وحمام زيت وسيروم بالكرياتين. هذا هنا أنا شنو تردين تحافظين على الكرياتين، تردين تحافظين على التسريح، تردين تخلصين من الكسرات. اما اذا شعر تعبان، هذا شعر تعبان، اذا شعر كرياتين، هذا شعر كرياتين. فهذا شيء وهذا شيء. انت ما يصير تقولين انا مسويه كرياتين وشعري تعبان اعطيني هذا، هذا يشتغل للشعر التعبان بس ما يشتغل للكرياتين، يخرب الكرياتين لان هذا التساقط ينشف. واذا شعرك كرياتين ما يصير تاخذين هذا، هذا مو كرياتين ينشف. واذا شو مسويه شعرك كرياتين ما يصير تاخذين معالج. فانت لازم تحددين مشكلتك اللي تردين تحليها شنو. انت صح عندك مشكلتين، تردين تطولين عمر الكرياتين وبنفس الوقت تردين تعالجين الشعر المتضرر، فلازم تختارين وحده من عندها، يا اما تطولين عمر الكرياتين يا اما تعالجين. لازم تضحين بوحده وتصلحين الثانيه.